ابني بيه، ابني حبسوه يا بيه مش عارف فين. عم دلوك ما يقدرش يرفع عينه في حد ولي بالخصوص. طب اقول لك على مر مني. قول يا كبير. عم داس اسملك في بيته. قول لي الصراحة ومن غير كلمة وكل حاجة هتخلص. انا هقول على كل حاجة. كنت عاوز اقابل الاستاذ نيل، ليل عبد السلام. انكشف ستري وتعريت وسط البلد. خلاص يا عبد المكرم، حقك وحق الناس اللي خرجوا من بيوتهم ترجع لهم ان شاء الله. قول لك يا دي مش هيتلم، اديني فلوسي فين؟ فلوسك خدم كروان اداهم للتيتي. لا بس ما تتعبيش نفسك، انا جيت بنفسي بس انا احب اخد حق بتراعي. تعمل لي احن عليك يا سامية. سامية انت يا بنت يا سامية. يعني ايه هربت؟ انا هوديكوا في 60 داهيه. عايزك في مصلحه. مصلحه ايه؟ ليل ليل يا ليل يا عين، خد الازازه دي، دي للناس اللي قاعد عندهم ليل، حط له شويه على الشاي شويه على الاكل وبعدين تكلمه. خد دول. انا في بنزين يبقى امين. امسك يا عم جاني نقطتين ثلاثه على شاي قهوه عصير، اول ما دماغه تتقل وقعد تغفل كلمني على الموبايل. وهي يا اخويا العمليه دي كده ناشفه؟ ادي بقى استناني بقى انت هنا، هقوم اجيب التليفون واكلمه لك هنا قدامك. يا بنت المجنونه. وفي صوت البنت فين؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. انا كمان هسيب الجيش، هشهد مع هسيب ان الصهيوني الصهيوني هو اللي قتل ميشا وغزينا انا كمان. يا نانسي بقول لك ايه، انا دورت المصلحه في دماغي وموافق. برافو يا شعبي. اه انت كده بتلعب مع الكسبان. انا مش فاهم ازاي انت وافقتي على الكلام ده. وافقت؟ انا ما وافقتش يا اشرف، انا اتغصب عليا. انت مش شايفه دي وليه مجنونه؟ ممكن تعمل فينا اي حاجه، انا بخاف منها قوي يا اشرف. وبعدين انت السبب، انت اللي دخلت الاشكال الزباله دي علينا. ما ترمي عليا اليمين او تطلعها يا اشرف. لا انا ولادي ما يعيشوش من غير اب. انت كداب، انت واخد العيال دي حجه عشان انت خايف منها وخايف تواجهها. مش مساله خوف، الحب في عينك. الشاي اللي بنعناع بتاعك اهو يا اشرف، واللي بالقرنفل بتاعك اهو، وانت المره الجايه اللي هتعملي الشاي. لا 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 لا، انا ما بعملش شاي، اشرف هو اللي دايما بيعمله لي. اه اشرف هو اللي بيعمله لك؟ بس انت المره الجايه اللي هتعملي الشاي، يا اما ما فيش شاي، كل واحد يشيل شيلته. اه طب وانا يا كوكو هعمل ايه؟ لا يا حبيبي، انت من هنا ورايا مش هتعمل حاجه ابدا، عمرك ما هتعمل حاجه طول ما انا موجوده. راح انت مش هتعمل حاجه خالص يا كوكو. لا 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 لا، لا. احنا ما اتفقناش على كده. يعني اتفقت اهو. لا مش بالظبط يا اشرف يعني، بس يعني من حق انا كمان ان انا ادلعك واقول لك يا اختي ما تدلعيني. يا بوقه يا بوقه بقى يا بوقه بقى، ربنا يخليكوا ليا. يا لهوي يا جماعه، شباب حلو الجسوي دوت. حبايبي والله. يلا شوفوا وشكم بخير. يعني هتسافر الصعيد دلوقتي واحنا في عز ازمتنا؟ طب ليه؟ طب هتستفيد ايه؟ سيبيه يا اختي، ده اللي يعمل خير زي ده لازم ربنا ينصره. يا رب يجعلك دايما نصير المظلومين والضعف. ليلى طلب مني خدمه، عايزك تاخدي بالك من نهرمان. واوعي اوعي شعبان يعرف انها هنا. فنان عيني من جوه، بس انت برضك خلي بالك من نفسك، دول صعايده والصعايده ضرب النار عندهم زي اساس اللب. لا ما تقلقيش، انا متعود على كده. طب على الاقل خليك معايا على التليفون. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. ربنا يجبر بخاطرك ويجعلك منصور، يجعلك في كل خطوه سلام قادر الكريم، ويحفظك من كل شر ويرجعك بالسلامه يا رب العالمين. خش يا مدام نانسي، مفيش حد غريب. ايه اللي جاب الست دي هنا؟ خدي بس اقول لك، بس ست ايه؟
ست العالم دي، دي شركتي في الشركة. اتك العقل بس كده وقعدي معاها والله حن عليك. اقعدي يا نانسي وانا هفهمك على كل حاجة. اقعدي يا اختي. مرسي انت يا شعبان، تقدر تتفضل. ست العالم، انت رايح فين؟ انا عملت معاك الصح، اقعدي معاها واسمع منها الكلام واتك على الله حن عليك. يا بلحة؟ لا مفيش بلحة، خد اقول. اهدي يا نانسي اسمعي، هو انتي مش عايزه تقتلي ابراهيم الجيار؟ انا هخليكي تقتلي، بس الاول في شخص مهم جدا لازم تقابليه. مش هستغرب لو لقيته ابراهيم نفسه اصلا. اقوى من كده بكتير. تقدر تدخل. اطلع يا عمي، اطلع اغسل الطين اللي على عمتك. البلد كلها عارفه انك داسس ملاك في بيتك. لو كنت كبرت ويدك اترعشت هملناني ونغسل شرفك وشرفنا كلنا. واخد روحه وبيد دي. اطلع يا عمي. بقول لك ايه، لو طلعته لهم هيقتلوه. الواد مالوش ذنب، وبعدين الحكومه لو عرفت هيقولوا انك خطفته. خايف على الواد وما خايفش على نفسك؟ خاف علينا يا ولي. افهمي، ناجي عايز يصغرني قدام البلد كلها وانا مش هلولها له. احب على يدك، ما تطلعش. احب على يدك، نادم ناجي جوه وكلمه. اوعي، انا عارف انا بعمل ايه. ايه يا ناجي، جايب رجاله بالسلاح ولامق اهل البلد قدام بيتي ليه؟ عاوزين ملاك اللي انت داسه في بيتك، النصراني اللي وسخ شرفك وشرفنا كلنا. خلاص، مفيش خشه ولا حياه. الصغير يدوس على الكبير. يا اخي لما تسمع كلام عفش على عمك وبنت عمك ترد عليه بندقيتك، مش تلم رجاله بالسلاح قدام بيتي. ملاك مدسوس جوه يا بلد، خلينا نخش نجيبوه ونغسل عارنا بيدنا. ما بقيش غيرك انت يا جارحي تتكلم عن الشرف والعرض. يا راجل روح نظف بيتك الاول. انت بتقول ايه انت؟ انت تاني؟ بقول لك ايه؟ خلك مش هنا، شوف لك دكتور تاني. انت ما بتسمعش ولا ايه؟ ايه؟ لا احنا اتفقنا على ايه؟ برافو يا هيما. اديني خلصت اهو. بس ايه سبب الاهتمام ده؟ بصراحه في كلام كتير قوي عايزه اقوله لك. عشان كده صممت نبقى لوحدنا. بالظبط، مش عايزه حد يشاركني فيك. النهارده الحفله دي بتاعتي انا وانت بس، واحنا مش اول مره برضو تقابلنا في حفله. والعصير ده كان فيه ايه؟ جسمي بيتقل، ايدي مش قادر احركها. ما تخافش، ده تأثير مخدر اسمه بيسيدن، مش هينايمك بس هيخليك ولا قادر تتحرك ولا قادر تتكلم. ايه رايك في المفاجاه دي؟ حلوه مش كده؟ كده بقى هتبتدي الحفله. انا بس مش فاهم احنا هنولع في الكنيسه اللي في كوم علبه دي ليه؟ ده حتى بعيد عنينا. وبعدين ما انت عارف انا جيب ايه، ما كل النصارى اللي حدانا في البلد سابوها وطلعوا عشان الحكايه كده نامه، والحريقه دي هتشعلها من الاول. كيف يعني؟ هم النصارى لما يلاقوا كنيستهم اللي في كوم علبه والعه هيسقطوا، هيجوا على هنا واحنا عاد نقف لهم. خليك محرك شر يا واد يا باو. الله عليك يا نجيبيه، الله عليك. ايه اللي جابك هنا بحرق ابوك؟
معايا انا. ايوه صح. كلمه هو ليه؟ انا اقتلك الاول وبعدين ابقى اكلمه. تعمل ايه؟ انت اللي هتعمل مش انا. بقول لك ايه؟ يا تخليك راجل وتضرب يا تقول عاوز ايه؟ الخشم ما يركبهاش غريب. والناس الغلابة اللي سابت بيوتها ذنبها ايه؟ مالك انت ومال الغلابة؟ عاوز كام؟ شوف انت بقى، ارواح الناس الغلابة اللي كنت هتتسبب في موتهم دول يساووا كام؟ كل حرب وليها قتيلها، واللي يموت يموت، وكله بتمن خلص. عاوز كام؟ شكل الكلام ما منوش فايدة. حرقاك الناس قوي، ما كل يوم ناس بتموت، ما يجراش يعني لما شوية ناس يموتوا عشاني. يلا خلا راح فين؟ الرابطة دي تمنها غالي قوي يا ليل، واني حقي برقبتي يا ليل. كلمني شوية عن إحساسي. حاسس بعجز مش كده؟ يلا. لا يا طارق، امشي انت، انا اللي هكمل. ننسى احنا اتفقنا. صوتك وانت بتتكلم، مشيتك، كرهت نفسي من ساعة لما لمستني. عملت ايه ليه؟ فهمني، قتلته؟ لا، سايبه مربوط في مخزن السلاح هناك، البوليس زمانه غايب دلوقتي. فاك، سامحني يا صاحبي، سامحني. كل المصايب دي بسببك، سببها جنانك. يلا نتكل على الله على البيت، نقرا فتحة منا وخلف مع الرجالة هناك. تفضل. يلا. أنا مضرب وبهدل،
وانت تتجوز. مبروك مبروك يا خدر. هلا ملاك يلا يلا يلا. يا أهل البلد الكرام، من فضلكم اسمعوني. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. كم بيت اتخرب وكم واحد اتظلم علشان ما سمعناش كلام ربنا وعرفنا الحقيقة فيه. ناجي الخشن وقع البلد كلها في بعض. ليه؟ علشان ما كانش عايز أرض عمه تطلع براه، افترى على بنت عمه بالكذب طبعا، وقال إنها على علاقة بملاك وما فرقش معاه خالص مين فيك ويعيش ومين يموت. احنا معانا النهاردة أبو منة، تقدروا تسمعوا منه الحقيقة فيه. يا أخوانا، أنا ناجي ود أخوي جاني وطلب يد دكتورة مني وأنا رفضت عشان ابنه سمعتم منه الكلام العفش اللي طلعه عليها. وكل ده ليه؟ علشان طمعان في الأرض. أخوك المسيحي لونه زي لونك ولبسه زي لبسك، ولما بنتعور إحنا الاتنين بينزل مننا نفس الدم. ربنا سبحانه وتعالى خلى الدين في القلب علشان محدش يشوفه غيره هو بس، وهو سبحانه وتعالى ما فرقش بيننا في الدين. نوم احنا نفرق ديننا. دين الاسلام قال نعامل اهل الكتاب بالحسن، ولينا اسوه في السلف الصالح. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه امر بهدم مسجد بناه عمرو بن العاص على ارض سيده مسيحيه بعدم رضاها. واحنا هنا في مصر المساواة بين المسلمين والمسيحيين في الحقوق والواجبات طاقة نور لازم نمسك فيها ونحافظ عليها. إذا اديت لنفسك الحق إنك تدوس على اللي قدامك، هتخلي اللي قدامك يدي نفسه الحق إنه يدوس عليك. السيد المسيح قال إيه؟ حب أعدائك، ما بالك بقى بجارك. سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أوصانا بأطباط مصر وقال إنهم قوة وعون لنا. يا إخوانا، إحنا غلطنا كتير قوي 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 في حق إخواتنا المسلمين، وآن الأوان بقى إن إحنا نصلح الغلط ده ونخلي الفرحة فرحتين: فرحة رجوع إخواتنا لبيوتهم سليمين، وفرحة خطوبة خلف لمن. اقعد يا طارق. قول لي بقى، انت مش خدت الفلوس نصيبك من شركه الحراسات وروحت؟ ايه اللي رجعك تاني؟ قرفت من روحي، حسيت ان انا مش راجل واني بتلعب بيا. يعني
مع الوقت قلت لنفسي هنسى والموضوع هيعدي. أكيد ما قدرتش. كل يوم قرف من نفسي كان بيزيد يوم عن التاني. كان قدامي حل من الاتنين، يا اما افضل عايش في القرف ده طول عمري، يا اما ارجع كرامتي. لحد ما باهر وصل لي. متأكد ان الليل ورا كل اللي حصل؟ بالعكس، الليل كان دايما بيحذرنا من اللي نبيل عايزنا نعمله. تقدر تدخل. بس انا ابراهيم قال لي انه في لندن. ابراهيم بيكذب عليك. ازيك يا نانسي؟ اوكي انا هسيبكم مع بعض شويه عشان تتفاهموا، وبعد كده لازم نقعد احنا التلاتة عشان في كلام كتير قوي لازم نتفق عليه. ايوه يا بنتي، بس كان لازم تقوليلي من الاول. اشركيني معاكي، ضيعت نفسك، حرام عليك. ما قدرتش يا بابا، وبعدين انا مش فارقه معايا، انا مش زعلانه حتى لو عدموني، المهم ان انا خدت حقي. ايه ده؟ دي هتديها ليلى اللي انا قلت لك عليها، هي عارفه تعمل ايه كويس قوي. ها يلا قدامي امشي. استنى، انا لسه في كلام عايز اقوله لك. ايه لسه عندك كلام تبرري بيه شغلك مع نبيله؟ طب في زعل. انت زي كل الناس شايفين نريمان من بره، نريمان بحته ما عندهاش مشاعر ولا احاسيس، اللي ما تحبش حد. بس صعب جدا انك تشوف نريمة من اللي بجد. انت فارق معاكي يعني انا شايفك ازاي؟ للاسف فارق. مش عايزه افهم. كان كده يعني طمني عشان تخسريني. اهدي يا نانسي، اسمعيني. هو انت مش عايزه تقتلي ابراهيم الكير؟ انا هخليكي تقتلي. ده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا استاذ بيه؟ دي مكالمه ما بين نانسي جمال اللي قتلت ابراهيم الجيار، وبين نبيلة طنطاوي مرات ابراهيم الجيار. يعني هي اللي قتلته؟ بالظبط. لا ده كلام شديد الخطوره، لا يمكن السكوت على هذه التسجيلات ان صحت يا جماعه. مش معقوله يبقى في تسجيلات بهذا الحجم والقضيه واضحه هذا الوضوح والدنيا ساكته. احنا من هنا من هذا البرنامج بنتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام يتهم نبيلة طنطاوي بالتخطيط لقتل جوزها، ومش هنسيب الموضوع ده غير لما الحقيقة تظهر ونشوف ماذا ستقول جهات التحقيق في هذا الأمر. مبروك يا حبيبي، إبراهيم مات. ممنوع الدخول هنا.
معايا إذن من النيابة بالقبض عليك بتهمة التحريض والتآمر على قتل إبراهيم الجيار. أنت عارف أنت بتكلم مين؟ طبعاً عارف كويس جدا. نانسي وطارق اعترفوا عليك واعترفوا كمان أن أنت اللي حرضتيهم واديتيهم المادة المخدرة اللي استخدموها. ما حصلش. لا احنا ننجز ونكمل كلامنا في الاسم، وهناك هسمعك بنفسك تسجيلات المكالمات اللي ما بيننا. اتفضلي اتفضلي معايا بهدوء من غير ما استخدم القوة. يلا دامي